بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. الإنسان مشغول دايما بمعرفة الأسرار واستطلاع الغيوب، يريد أن يزداد قوة وهيمنة، يريد أن يحكم ويملك ويضر وينفع ويرفع ويخفض ويعز ويذل، يريد أن يهزم الموت، يريد أن يتحكم في الطبيعة فينزل الأمطار ويمسك بزمام العواصف ويحرك الجبال، يريد أن يفض لغز القدر ويعرف المستقبل. لكن الحكاية أكتر من مجرد أنه عاوز أو بيحلم. في الواقع احنا بنشوفه بينقب ويدرس ويقرأ ويتعلم ويستعين بالعلم الوضعي ويستعين بعلم النفس وعلم ما وراء النفس الباراسيكولوجي وعلم ما وراء الطبيعة ميتافيزيكس وعلم سماع ما لا يسمع ورؤية ما لا يرى اللي هو extrasensual perception أو الإدراك بدون حواس وبدون وسائل مادية. وكل العلوم دي أصبح دلوقتي لها كراسي أستاذية في الجامعات، والمسألة الإنسان واخدها جد. التطلعات دي مش من فراغ أبدا، ده من ظواهر بيشوفها الإنسان في حياته بالفعل، يشوف بالليل حلم فيتحقق بالنهار، تلح عليه ذكرى إنسان فيفاجأ به بيخبط على الباب، تلح عليه رغبة يتمناها فتحدث، يحسد زميل فيموت، تيجي الكلمة على لسانه فينطق بيها واحد صاحبه. كل دي ظواهر احنا بنحسها في وقت او اخر من غير ما نكون اولياء او شيوخ لنا كرامات او ناس صالحين، انما بتحصل عند كل الناس. والقرآن بيحكي لنا على فرعون الكافر اللي هو حلم بمستقبل مصر لمدة 7 سنين في حكاية البقرات السمان والبقرات العجاف مع انه كافر. فدي ظواهر بتحصل لنا كلنا بدرجات متفاوتة بصرف النظر عن كون الواحد مؤمن أو كافر، صالح أو طالح. أنا لي صديق شيوعي من 19 سنة روالي حلم، قال لي إنه حلم بوفاة المرحوم الرئيس جمال عبد الناصر قبل وفاته بأسبوعين، وحلم باليوم اللي يموت فيه. فالحقيقة أنا قلت له لو كان كلامك ده صادق يبقى معناها المنهج الماركسي بتاعك ده كله غلط من أوله لآخره. ليه؟ لأن المنهج الماركسي ده منهج علمي زي ما بتقوله، وبينظر للتاريخ من منظور علمي، يعني لازم الأول الأسباب ثم تلي الأسباب النتائج. إنما اللي شفته في الحلم النتيجة سبقت السبب، يعني انعكس المنهج كله بقى ماشي على دماغه. مش بس كده، ده أنت شفت المستقبل في الماضي، في ماضي ذات مساء وانت نايم شفت المستقبل. شفت المستقبل يعني معناها إيه؟ هل معناها أنت تدخل المستقبل في الماضي؟ مش ممكن، لأنك أنت إنسان متزمن بالزمان، ما تدخلش المستقبل لما يجي المستقبل. إنما كون إنك أنت تشوف المستقبل في الماضي ده يحتاج إلى افتراض ما فيش غيره، إن في ذات عليا، الذات العليا اللي هي خططت لنظام الكون كله وعندها الجدول الزمني للحوادث. هذه الذات العليا أطلعتك
على معلومة واربط لك الباب، قريتك سطر في كتاب الغيب أو في اللوح المحفوظ، وبالتالي الحلم ده إذا صدق فمنهجك كله كلام فارغ وكل الماركسية دي كلها بكش. يوميها قال لي أبدا أنت اللي بكش، وأنت راجل أصلك درويش مخلول وطول عمرك هتعيش درويش مخلول. وانتهى الحوار، كلام ده من 19 سنة، ودار الزمان دورته وشفنا الشيوعية بتنتهي قدامنا بالفعل، والمنهج الماركسي بيقع في الأرض كله. شفنا العمال اللي الشيوعية جاية علشانهم بيرفضوا الشيوعية في بولندا، ورئيس الحكومة في بولندا يتراجع وبيدي الحكم لنقاب التضامن، وشفنا الحزب الشيوعي المجري يجتمع ويخلع عنه صفة الشيوعية، ده الحزب الشيوعي نفسه، وشفنا في بلغاريا أخيرا جيفكوف يطرد الرئيس البلغاري، وشفنا في ألمانيا الشرقية إريش هونيكر يطرد، وشفنا 200,000 ألماني شرقي بيهربوا من النظام الشيوعي عبر جميع المنافذ المتاحة إلى ألمانيا الغربية، وشفنا الرئيس الجديد إيجون كرينس لا يجد أي حل سوى فتح سور برلين. الشيوعية بتنهار وبتصف التركة كلها، والماركسية بتقع على الأرض. شفنا ده مش مجرد مقالات، ده احنا شفناه منشتات صفحات أولى في جميع الجرائد. معرفش صديق الشيوعي دلوقتي سامع معايا الكلام ده أو لا. من 19 سنة كان قدامه فرصة، لأن ربنا فوت له معلومة صغيرة لو قاعد يفكر فيها بس كان تنبأ بكل ده حدث حدث. لكن الإنسان مكابر ومعاند. ونشوف مع بعض الحلقة العجيبة بتاعتنا ونكمل الكلام. دي أمريكا العجيبة، وفي أمريكا بتجد كل شيء وتشوف العجائب. آخر موضة في أمريكا شركة اسمها شركة موبيس، شغلة الشركة دي إنها تتنبأ بالمستقبل وتفتح البخت وتحاول تكشف سر الجرائم وتضرب الرمل. ده وسيط في إيده صورة مقتول، صورة قتيل، بيحسس على الصورة وهو عمال يغمض ويركز، وبعدين بيقول أنا شايف القاتل دلوقتي، القاتل أنا شايفه، القاتل الجريمة حصلت في غرفة صغيرة، والقاتل ضخم الجثة وأسمر وعلى دراعه وشم، والجريمة حصلت بطعن القتيلة عدة طعنات. ده وسيط الرؤية عن بعد يسموه، وده وسيطة أخرى بتشوف نفس القتيلة دي وبتقول في أوضة تانية بقى مستقلة، بتقول فعلا أنا شايفة دلوقتي قدامي القاتل، القاتل ده أسمر وشعره داكن وعلى ذراعه وشم وله شارب كس، وأنا الحقيقة شايفاه أكني كاميرا يعني وحرسمه، وبترسمه بالفعل. الشركة دي عندها وسطاء بيستجيبوا لكل طلب. لكن الغريبة بقى ان رئيس قسم البوليس في بنسلفانيا استدعى الشركة واستنجد بيها علشان فتاة سنها 14 سنة مفقودة، والبوليس مش عارف يصل لأي يعني استنفد جميع وسائله، فاستعان بشركة موبيس. حاجة غريبة. فهنا المدير البوليس بيقول ان الوسطاء لما بصوا للصورة قالوا انها مش مفقودة لكن مقتولة، والاثنين اتفقوا على ان القتل، واحد قال خنق والتاني قال ضربت على وشها او على رأسها ضربة جامدة، وحددوا المكان بتاع الجثة بالتقريب. وبعدين احنا لما دورنا فعلا عثرنا على الجثة في المكان اللي هم قالوا عليه.
لتقارير بوليس رسمي. قال الغريبة ان لما الجثة شفناها اتضح ان هي فعلا في بقها كمامة، وانها انضربت على دماغها ضربة كسرت الجيوب الانفية فحصل نزيف داخلي سد المنافذ التنفسية وماتت مختنقة. مدير البوليس بيعلق بيقول ان يعني احنا في الواقع ما بن هنا تحديد مكان الجثة حددوه بالتقريب ولقوها في نفس المكان. هو بيقول احنا ما نلجأش للأساليب دي الا لما نعجز عن بوسائلنا الخاصة عن الوصول الى جريمة او حقيقة جريمة. فبنقول ايه المانع نشوف الناس دي عندها ايه. الشركة موبيس ابتدت تعمل حاجات غريبة. يعني سنة 1977 الوسطاء بتوعها قالوا ان في مركب غرقانة قديمة في المكان الفلاني حاولوا يشوفوه، ففعلا اتضح ان في مركب غرقانة. وايضا قالوا ان في جنب الاسكندرية قرية تحت القرية اثرية، وفعلا راحت بعث التنقيب ولقيت ان في فعلا مقابر اثرية وبيوت اثرية، وقدروا يحددوا بعض الحاجات بتاعت برضو من ضمن الحاجات اللي بنسمع عنها وبنشوفها دايما حكاية اللمسة الشافية، والناس اللي بيدعوا انهم ممكن يشفوا المرضى. طبعا العلم رافض الكلام ده كله وبيقول دي مصادفات، وبعض الامراض من طبيعتها انها يحصل لها ريميشن واكسسربيشن، يعني تتراجع وترجع تعمل هجمة مرضية تانية. لكن هي دي في كل البلاد بتلاقي الجماعة الهيلرز. ده الدكتور برود في مركز تكساس للبحوث عمل بحث غريب قوي. البنت دي بيركب في صوابعها الجهاز الإلكتروني اللي بيحدد الحالة العصبية بتاعتها، وهو عن بعد على بعد 100 كيلو متر هيبتدي يركز ويبعت لها رسالة تهدئة. وحنشوف دلوقتي الجهاز الإلكتروني بيوري ان في اضطرابات عصبية شوية، ان البنت يعني مش هادية. هو هيبتدي يركز، هو في مكان تاني قلنا على بعد 100 كيلو متر، هيبتدي يركز غمض عينيه ويركز ويبعت لها رسالة تهدئة، وبعدين هنشوف هل وصلت الرسالة او لا، وهنشوف الجهاز الإلكتروني هيسجل ايه. فبنشوف فعلا ان التسجيل هدي تماما. هيقطع البث بتاعه او الارسال بتاعه، وبعدين هنشوف هيحصل ايه في التسجيل. لما قطع الارسال رجع تاني حصل ذبذبات اضطراب في البنت، فهيرجع تاني يعمل ارسال يغمض عينيه ويعمل ارسال لعملية التهدئة دي على بعد 100 كيلو متر. فهنشوف الجهاز ابتدى يدي تسجيل هادي ما فيهوش ذبذبات. عمل التجربة دي 10 مرات، 6 مرات منهم نجحوا، فهي اكتر من انها تكون مصادفة. فدي أول تجربة عملوها في مسألة التأثير عن بعد. دي نينا كولاجنا في روسيا اشتهرت بأنها ممكن تحرك الأشياء عن بعد من غير لمسها، مجرد التركيز وبالقوة الذهنية تحرك الأشياء دي، ودي من الأسماء الشهيرة في روسيا. كارل نيكولايف روسي ايضا بيدعي انه ممكن ينور لمبة على بعد مترين بمجرد انه يبعت لها امواج كهربائية مغناطيسية من جسمه من غير ما تكون اللمبة متوصلة. وعمل تجارب قدام الناس ونور اللمبة دي، واعاد التجربة مرتين. آه
ده معاه اكسبيريمنتر بتاعه قال فعلا ان في المرات دي ثبت ان في امواج الكترومغناطيسيه هي بتطلع منه. المساله طبعا كلكم هتقولوا ممكن يبقى فيها دجل، فعلا ممكن، حد عارف، لكن هنشوف في النهايه تجمع الشواهد قد ايه. دي لاريسا فيلينسكايا من روسيا، اشتركت في الابحاث الخاصه بالقوى النفسيه، وحاليا هي في امريكا. بتقول انهم في روسيا بيعملوا ابحاث مستمره ومكثفه على تاثير شخص في اخر على البعد. ومن ضمن هذه التجارب تجربه حضرتها حصلت بين كامينسكي في موسكو ونيكولايف في لينينغراد على بعد 600 كيلومتر. كامينسكي حاول يبعت أو يركز على خنق إنه بيخنق الشخص الآخر نيكولايف. هي بتقول التجارب دي تسربت إلى المخابرات الأمريكية، وفعلا في ثلاث ملفات في المخابرات الأمريكية عن هذه التجارب في روسيا، وإن حاليا أمريكا بتعمل نفس التجارب في عدة مراكز في كاليفورنيا. المهم التجربة الغريبة اللي حضرتها لاريسا اللي هي إن كامينسكي في موسكو بيركز عشان يخنق واحد على بعد 600 كيلومتر في لينينغراد اللي هو نيكولايف. فبتقول هي بيسموها بيبعت له رسالة ذهنية ويركز على إنه بيخنقه. فبتقول إن وصل الحال، طبعا نيكولايف مش عارف امتى هيحصل التجربه دي، لكن لما بدات نيكولايف وصل بيه الحال انه فعلا اتخنق وابتدى يوش وزرق، وبعدين اشرف على الاغماء فبطلوا التجربه فورا. وساعه ما بطلوا التجربه فورا رجع نيكولايف الى حالته الطبيعيه. وطبعا في رسوم هنا بتوري ايه اللي حصل، وإن في يعني في فعلا في التسجيلين في تناظر بينهم، ده اللي بيبعت والتاني اللي بيستقبل. فواحد بيحاول يقتل التاني على بعد 600 كيلومتر من غير وسائل مادية بالمرة، غير لا مسدس ولا بندقية ولا حاجة. فطبعا دي أثارت جدا التجارب دي، وأخبارها أثارت أمريكا والمخابرات الأمريكية باعتبارها دي ممكن تتحول إلى سلاح سري عسكري رهيب، يبتدي نوع من القتل زي اللي بيقولوا عليه منت البومب، او اللي هي الرصاصة الذهنية منت البوليت، ان في واحد ممكن يبعت رسالة قتل للشخص الاخر، فتبقى وسيلة جديدة للتخلص من الزعماء. فامريكا خدتها بجد وابتدت تتجسس في الموضوع ده، وابتدت يبقى لها محاولاتها الخاصة في كاليفورنيا ومراكزها الخاصة اللي تعمل فيها التجربة الغريبة دي، تجربة التأثير عن بعد. من ضمن التجارب اللي بيعملوها في أمريكا أيضا حكاية الرؤية عن بعد أو ريموت فيوينج، الرؤية عن بعد. واحد قاعد هنا في أوضة مقفولة تماما وبيسألوه هل ممكن تعرف فلان اللي تشوفه دلوقتي راكب عربيته رايح فين، أي ده العربية دي، هل ممكن تشوفه هو رايح فين؟ فهو بيركز، لما بيركز وبعد مدة يقول لهم أنا شايف إنه هو في قوارب، ما عرفش شيء، يبدو إنها مرسى قوارب وهو متجه للمرسى دي، وفي كشك كبير زي ما يكون ريستورانت، كل الكلام ده ما بيستعملش عينيه، هي رؤية من غير عيون وسمع من غير أذن، ريموت فيوينج. طبعا دي كل الحاجات دي تحت بند الباراسايكولوجي او القوة النفسية، سواء الرؤية بدون دول وسطاء مشهورين اصحاب مواهب في الحكاية دي. الوسطاء دول عندهم طريقة غريبة، دي يقول لك اديني
نقطة التقاء خط عرض كذا وطول كذا وانا اقول لك فيها ايه، اي اختار لي اي حتة. فاختاروا الواحد منهم نقطة التقاء خط طول كذا بخط عرض كذا زي ما احنا شايفين هنا. فهو غمض وغمض وقعد يركز، وبعدين قال لهم انا شايف جزيرة في المحيط وانا ممكن ارسمها، دي جزيرة فرنسية كيرجولين اسمها، وانا ممكن ورسمها بالفعل، ورسمها بالفعل، وان في جبل في المكان الفلاني وتضاريس كذا وكذا بالشكل ده، الجزيرة مكبرة هنا. فطلع الرسم قريب جدا من الواقع. واحد تاني سألوه برضو عند نقطة عرض وطول كذا شايف ايه، فقال انا شايف محطة سرية عسكرية لروسيا. هالة حامد هي التالتة دي بتشتغل مصورة صحفية، سألوها عن مكان آخر فقالت لهم أنا شايف بلد اسمها كامينكا، هي جنب بلد اسمها جوركي في روسيا السوفيتية، وشايفة ان البلد دي شغلتها تقطيع الخشب وفي مصانع تقطيع خشب هناك كتير. طبعا يعني كان في اعتراضات للناس اللي هم العلماء، قال لك طب واحنا ايه نروح للدراويش المغفلين دول، طب ما احنا عندنا القمر الصناعي ممكن يورينا بالتفصيل اي مكان، انا ليه اجيب شوية دراويش مغفلين يعني، ما هو القمر الصناعي بيوريني. فهي ردت هلا حامد في المؤتمر ده، قالت والله يعني القمر الصناعي لا يستطيع ان يرى ما وراء الجدران، لكن احنا ممكن نشوف بقى ايه اللي وراء الجدران. الى اي حد الكلام ده امريكا او في نصيبه من الحقيقه قد ايه، انما المهم ان في ابحاث جاده على الجانبين، سواء كان في روسيا من ناحيه او في امريكا من ناحيه، في تقصي و معرفة آخر ما يستجد في حكاية القوة النفسية وهذه المواهب وممكن يطلع منها إيه، والتجاربهم على التأثير عن بعد أو الرؤية عن بعد. آخر تأليعة في أمريكا كانت حكاية شركة اسمها ديلفي. شركة ديلفي دي في سان فرانسيسكو دي أول شركة للتنبؤات، حاجة غريبة الأمريكان دول كل حاجة يحولوها لشركة ومكاتب وفروع وحاجات زي كده. فأول حاجة بتدعي الشركة دي إنها ممكن تنقب عن البترول من غير الوسائل المكلفة دي، مجرد الوسطاء يقول لك في المكان الفلاني احفر هتلاقي بترول. حاجة تانية إنها ابتدت تخترع مجموعة لعب إلكترونية عشان تقوية التركيز وتقوية المواهب النفسية في اللعبة دي، يقول لك ركز ركز وحاول حاول تخلي البقعة البيضة دي تبقى في النص، وبالإرادة ممكن تخليها في النص. تخصصت هي في هذا النوع من اللعبة الإلكترونية. وبعدين آخر حاجة عملت شغلانة بقى غريبة اللي هي التنبؤ بالمستقبل، فرع من فروعها حكاية التنبؤ بالمستقبل. تنبؤ بالمستقبل ده حلم بقى الإنسان طول عمره من أيام ما كان بيستعمل البخور والتعزيم والشعوذات أو النظر في الكرة الزجاجية أو مسألة تاريخية قديمة سام بيحلم بيها، وطبعا مش قادر يوصل فيها الحاجة. فبيعملوا هنا تجربة مع الوسيطة هالة حامد. هالة حامد اسمها عربي على فكرة، يبدو أن هي عربية الأصل. فبيسألوها بيقولوها فلان هل ممكن تعرفي بعد ساعة هيكون فين؟ فهي بتغمض وبتركز وبتقول لهم انا شايفة انه داخل مكان فيه شجر، لكن الشجر ده عجيب قوي. هو طبعا الشخص ده ماشي بالعربية ورايح عشوائي تمام، وحيختار كده مظروف عشوائي من المظاريف دي ويتجه اليه عشان ما يبقاش فيه نية مسبقة، عشان ما يقولوش ده تليباسي او انتقال افكار. فطلع المظروف مكتوب فيه اذهب الى المكان الفلاني، ستانفورد هوسبيتال بلازا. فبتقول بقى أنا شايفاه داخل على مكان، المكان ده فيه شجر، لكن الشجر ده عجيب أو زي ما يكون طالع من عند كوافير، شارع الشجر مصفف ومقلم كما لو كان إيه
طالع من عند كوافير. وبعدين بتقول أنا شايفاه رايح مكان خالي وبسمع صوت تزييق أكن حديد صادق بيلف على بعضه، حاجة بتزيق مش عارفة إيه، سمع حاجة بتزيق. وبعدين الشركة ابتدت تعمل مغامرة عجيبة اللي هي التنبؤ بأسعار الفضة في البورصة لمدة 4 أيام مسبقة. وبعدين ابتدت تغامر الشركة بأموالها وراء تنبؤات الوسطاء، فاشترت وباعت أسهم بناء على التنبؤات بتاع الوسطاء، وكانت النتيجة إنها كسبت $500,000. لكن رجعت الشركة اعترفت بصراحة، قالت إن في الأسبوع التالي خسرنا $500,000 نتيجة خطأ تنبؤات الوسطاء. لكن هي طبعا مجرد التجربة دي حاجة غريبة، إن يعني مستعدين يجربوا في كل بلوى وإيه ويغامروا بفلوسهم. وشركة لفتح البخت. الأمريكان دول حاجة غريبة أوي. طبعا العلم بيرفض الكلام ده كله، وبيقول ان هو دجل وشعوذات، وان اذا كان بيصح احيانا فهو صدفة واتفاق ومجرد يعني ومجرد مسائل يعني خبطات عشوائية. والمعركة مستمرة، الجماعة بتوع الباراسيكولوجي في جانب ويعملوا تجارب ويحاولوا يقنعوا الطرف الآخر، والطرف الآخر رافض ويقول لك التجربة العلمية لازم تخضع للتكرار المطلق، ولازم يبقى في إحصاءات تثبت إن الكلام ده فعلا رتيب وبيتكرر، إنما بالطريقة دي احنا نرفض الكلام ده كله من أوله لآخره. طبعا المسألة دي حساسة جدا ودقيقة، لكن ابتداء احنا بنقول المبالغات الامريكاني دي يعني زادت شوية عن الحد، ان يبقى في شركة لفتح البخت، شركة للتنبؤات، شركة للرؤية عن بعد، شركة عن او وبعدين المسألة يعني فيها حتة امريكا كده. لكن المسألة لها اساس، لا شك ان في ظواهر كلنا جربناها، اللي أنا قلتها إن ممكن الواحد يشوف حلم فيتحقق، يشوف بالليل ويلاقيه يتحقق بالنهار، أو إنه بيبقى تلح على ذاكرته حكاية شخص معين فيبص لقيه بيرن له تليفون أو بيضرب عليه يخبط عليه الباب، أو تبقى عند الواحد رغبة شديدة جدا لشيء فيحصل، أو شخص بيحسد إنسان فيموت، أو يبقى في قبل ما تنطق كلمة بص تلاقي صاحبك بيقولها. دي كلها فعلا ظواهر بتحصل، يعني في أساس. لكن طبعا كل اللي شفناه ده كان المبالغات العادية الأمريكية في هذه الموضوعات. أنا مثلا أقدر أقول حكايتي الشخصية في الموضوع ده، من 30 سنة قبل ما يكون لي أي اهتمامات بالدين بالمرة، وكان كل تفكيري يميها تفكير علمي مادي، وكنت مبتعد عن الدين، وكنت اهتماماتي مختلفة تماما. فيميها حصلت الحكاية الغريبة دي. أنا يميها كان من عادتي أني أسهر بالليل لساعة متأخرة وأنام، وبعدين أصحى متأخر، فيميها التليفون رن بدري، فبشيل السماعة فأقول ألو وأنا بتاوب، بصيت لقيت اللي على الطرف الآخر هو المرحوم جلال العشري الناقد المعروف، بيقول لي الله انت نايم؟ لا انا متأسف انا صحيتك خلاص انا هكلمك تاني. قلت له يا اخي ما خلاص صحيتني ما تكلمني. قال لي لا خلاص بقى معلش انا متأسف، وراح حط السماعة، وانا حطيت السماعة ونمت فورا بعد ما وضعت السماعة. وحلمت بالآتي، حلمت اني بشوف الله يرحمه جلال العشري ماشي في شارع سليمان باشا، ومعاه الزميل شوقي عبد الحكيم، وده كان زميل في مجلة صباح الخير واحد كتابها اياميها، والاثنين قاعدين يتكلموا كلام جد قوي.
انجليزي كده ونقد ومش عارف ايه وكتب وحاجات بالشكل ده. المهم صحيت زي العاده متاخر، وبعدين اول حاجه ضربت التليفون لمرحوم جلال عشري، قلت له يا اخي تصور ان انا حلمت بيك. فقال لي ايه حلمت بيه ازاي؟ قلت له شفتك ماشي في شارع سليمان باشا مع شوقي عبد الحكيم وبتتكلموا في كذا كذا ومش عارف. بصيت لقيته على الطرف الاخر يعني هتقع من ايده السماعه. قال لي ازاي؟ مش ممكن، ده حصل ده بالظبط في نفس اللحظه دي. انا كنت ماشي مع شوقي عبد الحكيم وكنا بنتكلم ونقول الكلام اللي انت بتقوله ده، مش ممكن. انا بقى طبعا اللي جالي ذهول اكتر، وفعلا وقعت السماعه من ايدي وابتدت عندي دوامه من اعاده النظر في كل شيء. معنى كده ان انا شفت من غير عينين وسمعت من غير اذن. طب ازاي حصل؟ انا يميها ما كانتش اهتماماتي دينيه ابدا، فكان اهتماماتي كلها بالكتير بقى مسائل زي السيوسوفي واليوجا، واعرف ان السيوسوفي واليوجا بالذات تناولت هذه الموضوعات، فعكفت على كتب السيوسوفي وقريت الموضوع. فقال لك ده اسمه الجلاء البصري او كلير فويانس، والجلاء السمعي او كلير اودينس، وان فيه ممكن تمرينات ورياضات تقوي هذه الموهبه. عظيم. انا ما اكتفيتش بالكتب ورحت للسفير الهندي يميها كان اسمه اباتانت، وكلمته في الموضوع وقال لي على تمرين اسمه شوريا نمشكر، علمني التمرين ده وكده، ونصحني بكتب عن المديتيشن والكونسنتريشن، وان الكتب ممكن الاقيها في لندن. فسافرت لندن ورحت للمكتبة دي، مكتبة قديمة جدا فيها كتب عتيقة خالص تراب مغطيها وكده، وقعدنا ندور لغاية ما لقيت الكتب. كنت مبسوط جدا. وبعدين بقول للبياع ايه رأيك في الكتب دي؟ كان راجل انجليزي كده يعني دمه خفيف، قال لي بيني وبينك الكتب دي كلها كلام فارغ، ما تسواش 3 مليم. انا مش عارف انت دفعت فيها الثمن ده ازاي، ولا الناس بيجوا من اخر الدنيا يشتروا الدشت الفارغ ده ازاي. النهاية هذه الكتب كانت في المديتيشن والكونسنتريشن وفي تقوية أمثال هذه المواهب، نفذتها كلها بالحرف، والنتيجة صفر وفشل كامل، ولم أستطع أني أستعيد هذه التجربة بالمرة أو أني أقوي هذه الموهبة، وما تكررتش. فيعني أنا أشك في إمكانية ان الانسان بالارادة يقدر يخضع هذه الظواهر لامره بحيث انها تيجي على مزاجه. ممكن يفتح دكان بخت وبتاعه وشركة تنبؤات، ده كلام فارغ، ده هو ده الجانب البكش في الموضوع. لكن كون انها ظواهر بتحصل، بتحصل، هذه الظواهر لا علاقة لها بالمرة، بانهم يقولوا على فلان عنده شفافية، فلان ده صالح، فلان ده متدين، فلان مؤمن، فلان مكشوف عنه الحجاب، كل ده بكش. دي بتحصل لكل الناس، وهي ده نوع من الرزق اللي ربنا يبعثه لكل خلق الله، ما يعني من كل الناس من كل الملل، وناس بلا ملة، وكمثال الفرعون اللي القرآن حكى عنه واللي حلم بمستقبل مصر لمدة 7 سنين. طيب ايه حكمة هذه الظواهر؟ ان ربنا بيوارب الباب للبعض وانه بيفوت معلومة من حين لآخر. الحكمة واضحة، هي رحمة من رحمات ربنا ولطف من ألطافه، إن هو يعني يحاول يستدرك بعض الناس بلطف إلى بهذه الأسرار الغيبية، وبيقربهم لحاجات كانوا بيستعجبوا لها. يعني يقول لك أنت مستعجب مثلا ينزل الملك وإنه يوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب أهو، طب ما إحنا قلنا لك معلومة وصبحت طلعت لقيتها مظبوطة. بيقرب ربنا، ده نوع من اللطف الإلهي، بيحس إنه هو يفوت معلومة الإنسان مبتعد فيقربه. أو بشكل آخر أحيانا بتكون ابتلاءات وفتن، وأحيانا أو دائما هي إقامة للحجة. ربنا بيقيم حجته على جميع الناس، عشان يوم الأيام لما واحد يقول وأنا شعرفني أنا معقول حزبدأ كتب، يوم ربنا يفكروا باليوم ده لما وريتك بنفسي كذا كذا كذا. فهو ربنا بيقيم حجته على كل الناس، أو هو يستدرج البعض منهم والمبتعد إلى يعني القرب وإلى إعادة التفكير وإلى إعادة النظر.
أو هي أحيانا بتبقى ابتلاءات وفتن تؤدي إلى أن الشخص يتصور أنه بقى شيخ ويضرب قبة ويبتدي يسترزق من الحكاية دي ويقول لك أشوف الحجاب ومش عارف أكشف الحجاب والحجاب. طبعا أنا عارف السؤال اللي أنتوا عاوزين تسألوه دلوقتي، يعني عاوزين تقولوا طيب أنت بعد ما هذا المشوار اللي عملته في الدين وأصبحت دلوقتي تفكيرك ديني من أول لآخره، يعني هل تعتقد أن ممكن الطريق الديني أو الاجتهاد في العبادة ممكن ينمي هذه المواهب؟ أنا جاوبكم، أنا أقول لكم نعم فعلا الاجتهاد في العبادة فعلا بينمي هذه المواهب وبيفتح العين الداخلية للعابد، لكن العابد الحقيقي لا يفكر أبدا في المسائل دي، لا هو عاوز يمشي على المية ولا عاوز يفتح دكان بخت ولا عاوز يعرف سعر الدولار بكرة هيبقى كام، إنما هو بيعبد لوجه الله سبحانه وتعالى ولا يفكر إلا في الله سبحانه وتعالى. والعابد العارف الحقيقي لما يلاحظ هذه الظواهر بتحصل له يخفيها ولا يعلنها، وإذا حصل العكس وابتدى يرتزق بيها ويقولها ويعلنها ويتباهى بيها والحاجات دي كلها، فبتكون النتيجة الإبعاد والعياذ بالله، يعني ممكن ينتهي إلى الطعن في دينه من أوله لآخره، لأن هو يبقى في السعادة نفاق مش دينه، ويبقى نوع من استرزاء بس بوسائل إلهية، ويبقى معناها أنه بيستعمل أعلى المواهب لأخس الأغراض. فالشطر الأول من السؤال هل تؤدي الاجتهاد في العبادة إلى تنمية هذه المواهب؟ أقول نعم ومؤكد تنميها، لكن العابد الحقيقي لا يستهدف إطلاقا هذه الأشياء، وإذا استهدفها يبقى ضد الدين بالدرجة الأولى. طبعا عاوز أكد برضو أن بالذات المنهج الإسلامي أو الطريق الإسلامي هو الصراط المستقيم إلى المعارف العالية دي، وهو يمثل أقرب الطرق للوصول إلى الله سبحانه وتعالى. بخصوص الكلام عن التجارب اللي شفناها بتحصل في روسيا وفي أمريكا عن كامينسكي اللي بيبعت رسالة قتل إلى صاحبه نيكولايف على بعد 600 كيلومتر، والتجارب المماثلة في أمريكا، بخصوص هل ممكن إنسان يؤذي إنسان على البعد؟ هل ممكن العين تقتل أو تحسد أو تضر من غير وسائل مادية بالمرة؟ أنا بقول مؤكد، لكن طبعا كون إن الإنسان يحاول يخضع هذه الشرور لإرادته فيبقى يملك المفتاح اللي يوجه به هذه القنبلة سواء كانت حسد أو قتل أو ضرر أو إلى آخره، أنا بعتقد إن دي كارثة، وإن أمثال هذه أمثال هذه التجارب جرائم، لأنها باختصار هنبتدي نرجع لعصر السحر الأسود، لأن هي دي البلاك ماجيك بقى، دخلنا في البلاك ماجيك وفي الفودو والسحر. ولو حصلت ولو نجحت هذه التجارب فأعتقد أنها هتطلع سلالة جديدة من الشياطين، يعني يبقى شرهم لا يمكن التحكم فيه، لأن البوليس في السعادة ما فيش لا أحراز ولا مسدس ولا ده، واحد من بعيد بيغمط ويضرب واحد رصاصة ذهنية من بعيد على بعد 1000 كيلو مثلا، طب تعرف الجريمة دي ازاي يعني؟ فهتبقى كارثة، يبتدي عصر من عصر الشياطين والعياذ بالله. في الواقع يعني عاوز أكد على الطرف الآخر، يعني ناحية الخير بقى، أن الإنسان يملك زي ما يملك قدرات شر بيملك قدرات خير، وأن الشفاء بالصلاة والتسبيح والدعاء حقيقة، وشفت شواهد من المسائل دي مؤكدة، والشفاء بالقرآن حقيقة، وربنا قال أكثر من كده، قال إن هو ممكن يستجيب دعاء الكافر إذا دعا بهمة وإذا كان في موقف اضطرار مش لاقي أي حل، زي واحد بيغرق ويقول يا رب ويكون كافر فيستجيب له ربنا يستجيب له،
وهو كافر. قال لك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إن ربنا ممكن يستجيب لدعوة المضطر حتى ولو لم يكن مؤمن، دي حقائق. طبعا المسألة تستدعي الدعاء بهمة، ما احنا كلنا بنقول يا رب، إنما تفرق في واحد بيقولها بالدموع وهو ساجد، وفي واحد بيقولها أي كلام وهو ماشي في الشارع. المسألة تحتاج إلى همة. أيضا القدرات الممكنة ما يصحش إن احنا نبالغ فيها، مش معناها ممكن تحيي ميت أو تقيم مشلول، لا، فكل ده نسبي. أنا مش عاوز إن الحلقة دي تنتهي بينا إلى حالة من الدروشة. ليه بقى؟ لأن الإسلام ضد الدروشة، وأيضا لا تنتهي بينا إلى حالة من الرفض والمادية والإنكار الغليظ لكل هذه المسائل، أو تنتهي بينا إلى أن نصدق كل كلام، خصوصا المبالغات الأمريكاني وشركات التنبؤات. إنما الإسلام دين متوازن، متوازن جدا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. المسلم الحقيقي له رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، رجل في الغيب ورجل في عالم الشهادة، في توازن دقيق يجمع بين كل الحاجات. والمثال عندنا والقدوة هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كان مثالا في التوازن. فالنبي في الغار بيلتقي بالملك جبريل، أعلى درجة من درجات الغيب، ونلاقيه بعد كده في معركة بدر بيقود معركة ويخطط، أعلى درجة من درجات الشهادة. فجمع في شخصيته العجيبة المعجزة بين قمة الغيب وقمة الشهادة. فهو ده المثال. الإسلام دين متوازن جدا يجمع بين الحاجتين دول، الغيب والشهادة والدنيا والآخرة. إنما كون إن المسلم ياخد خط متطرف فيعتزل وينزوي ويخش في خلوة ويتدروش ويضرب قبة على نفسه ويقعد يعمل بخت، وكل ده كلام فارغ، مش إسلام. الدروشة ضد الإسلام، والخلوة والاعتزال وترك الدنيا ليس من الإسلام. وأيضا الغرق في الدنيا والغرق في الدنيويات والمصالح والفلوس والشهوات، ده ضد الإسلام. إنما الإسلام يمثل الجمع المتوازن الدقيق بين إنك تبقى في حالة جمعية مع الناس، وفي حالة جمعية مع الله في نفس الوقت، في حالة جمعية مع الغيب وجمعية مع الشهود في نفس الوقت. ده المعجزة الخطيرة اللي حققها النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد قدوتنا جميعا. يعني عاوزين نطلع من الحلقة دي بالنظرة العلمية، لا نصدق المبالغات ولا ننكر الظواهر اللي بنشوفها بالفعل ولا نقع في الدروشة، إنما دايما ناخد النظرة العلمية المتوازنة. وما ننساش الآية القرآنية، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. الله، يبقى إذن ربنا بيتكلم على المستقبل. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني إذن في النفس آيات في المستقبل، حدبان في قوة نفسية رهيبة هتطلع. وأرجو إن القوة اللي هتطلع وحنشوفها ما تكونش هي القوة الشيطانية اللي بيحاول المعسكر الشرقي أو المعسكر الغربي أو العلماء في روسيا أو العلماء في أمريكا، بيحاولوا ينموا هذه القوة الشيطانية. أرجو أن القوة اللي تطلع من النفس ما تكونش هي هذه القوة، وإلا معناها هيطلع جيل جديد من الأبلسة يعملوا جرائم لا تحكم لنا فيها مطلقا. ويعني هنكتفي بهذا القدر من الحلقة المرعبة دي، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.